السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد خاص بالنجاح في الرياضيات المستوى الخامس. ستجدون في هذا الفيديو التمارين الموجودة في صفحة 53 من الكتاب المدرسي، دائما في إطار الدرس رقم 10 الأعداد العشرية القسمة رقم 2. نبدأ على بركة الله بالتمرين الأول في هذه الحصة. أتم إنجاز العمليات التالية: 21 مقسوم على 6، 21 مقسوم على 6 3، 3 في 6 18، 1 ناقص 8 لا يمكن، أستلف 10 وأرد السلف، 11 ناقص 8 تساوي 3، 2 ناقص 2 0. ماذا نفعل؟ نضيف 0 خلف 3 ونضع الفاصلة باش نلقاو خارج مضبوط. 3 مقسومة على 6 5، 5 في 6 30، 3 ناقص 30 0. إذا خارج قسمة 21 على 6 هو 3.5. ننتقلوا للعملية الثانية اللي هي 116 مقسومة على 5 7، 7 في 6، 7 في 6 كتساوي لنا 42، أكتب الاثنان وأحتفظ بالأربعة، 7 في 1 7 والأربعة 11، إذا 6 ناقص 2 4، 1 ناقص 1 0، 1 ناقص 1 0. نضيف صفر خلف الأربعة ونضع الفاصلة. 40 مقسومة على 16 2، 2 في 6 12، أكتب الاثنان وأحتفظ بالواحد، 2 في 2، 2 في 1 2 والواحد 3، إذا صفر ناقص 2 لا يمكن، 10 ناقص 2 8 أرد السلف، 4 ناقص 4 0. أضيف صفر. 80 مقسومة على 6 تساوي 5، على 16 تساوي 5، 5 في 6 تساوي 30، أكتب الصفر وأحتفظ بالثلاثة، وخمسة في واحد خمسة والثلاثة 80، 80 ناقص 80 صفر، وكنحصلوا على الخارج العشري لهذه القسمة هو 7.25. بالنسبة لهاد العملية غادي نحاول نجزها لكم، هاد الصفحة نجزها واحد التلميد وكان خطأ، لذلك معظم العمليات غادي نديرهم في ورقة مستقلة. إذا التمرين رقم واحد اللي بقتنا، العملية اللي بقتنا هي 15.8 مقسومة على 17، إذا 15.8 مقسومة على 17، 15 مقسومة على 17 صفر، صفر في 17 صفر، أنزل 8 وأضع الصفر حيث نزلنا واحد العدد اللي خلف الفاصلة، كنضعوا الفاصلة هنا. إذا 158 مقسومة على 17 9، 9 في 7 تساوي 63، أكتب 3 وأحتفظ بالستة، وتسعة في 1 تساوي 9 و 6 15، إذا 158 ناقص 153، 8 ناقص 5 3 كتساوي 5، 5 ناقص 5 0، 1 ناقص 1 0. أضيف صفر خلف الخمسة. 50 مقسومة على 17 2، 2 في 7 14، أكتب الأربعة واحتفظ بالواحد، 2 في 2 في 1 2 والواحد 3، 12 ناقص 4 16، أرد السلف، 5 ناقص 4 1 16، أضيف صفر. إذا هنا نكتفي بهذا رقمين بعد الفاصلة لأن العملية غير محدودة أو غير مضبوطة، عملية القسم غير مضبوطة. ننتقل للتمرين رقم 2. تملك فاطمة برميلا يحتوي على 726 سنتيلتر من الزيت الزيتون، لديها قنينات سعة كل واحدة منها 33 سنتيلتر، إذا أفرغ هذا الزيت في كل القنينات بالتساوي فما هو عدد القنينات المملوءة؟ الأمر بسيط، سنقوم بقسمة سعة هذا البرميل على سعة كل قنينة، إذا 726 مقسومة على 33. انتبهوا في هذا النوع ديال العملية تخصهم نردوا البال باش يكونوا بواحدة مختلفة. بالنسبة لنا هنا راه الأمر بسيط لأن عندنا نفس الوحدة سنتيلتر سنتيلتر، إذن العملية هي اللي كتشوفوا قدامكم هنا. 726 مقسومة على 33، 72 على 33 2، 2 في 3 6، 2 في 3 6، 12 ناقص 6 تساوي 6، أرد السلف، 7 ناقص 7 0، أنزل 6، 66 مقسوم على 33 كتساوي 2، 2 في 33 66، إذن 0. إذن عدد القنينات التي ستملأ عن آخرها هي 22 قنينة، 22 قنينة. ننتقل إلى التمرين رقم 3. وتم ما يلي، عندنا العملية الأولى 49 مقسومة على 6 باش ما تجيش معنكشانة ومرونة، أنا نجزتها في ورقة مستقلة. غادي نبداو ب 49 مقسومة على 6، إذا 8، 8 في 6 48، 9 ناقص 8 1، 4 ناقص 4 0،
أضع صفر وأضع الفاصلة، أضيف صفر خلف الواحد وأضع الفاصلة. 10 مقسومة على 6 واحد، 1 في 6 6، 10 ناقص 6 4، أضيف صفر، 4 مقسومة على 6 تساوي 6، 6 6 في 6 36، 40 ناقص 36 4، وهذه بالتالي قسمة غير محدودة، تبقى 6 كتعاود لنا. لذلك في التمرين إلى رديتو البال راهم عطينا الخارج العشري المقرب إلى واحد، بغاو الخارج العشري المقرب لواحد. إذا غنشوفو غير الجزء الصحيح هنايا هو 8، إذا بتفريض 8 وبإفراد 9. ننتقلوا للعملية الموالية، 415 مقسومة على 17، 41 مقسومة على 17 تساوي 2، 2 في 7 14، أكتب الأربعة واحتفظ بالواحد، 2 في 1 2 والواحد 3، إذا 41 ناقص 34، 11 ناقص 4 تساوي 7، أرد السلف، 4 ناقص 4 0، أنزل الخمسة، 75 مقسومة على 17 كتعطينا 4، 4 في 7 تساوي 28، أكتب 8 واحتفظ بالإثنان، 4 في 1 4 والإثنان 6، 75 ناقص 68، 15 ناقص 8 تساوي 7، أرد السلف، 7 ناقص 7 0، إذا أضيف صفر خلف السبعة وأضع الفاصلة، إذا 70 مقسومة على 17 تساوي 4، 4 في 17 تساوي 68، 70 ناقص 68 جوج، أضيف صفر، إذا 20 مقسومة على 17 واحد، واحد في 17 17، وبالتالي 20 ناقص 17 تساوي 3. صافي نكتفي برقمين بعد الفاصلة لأنه المطلوب مننا الخارج العشري المقرب إلى 0.1، حنا محتاجين غير رقم واحد بعد الفاصلة. بتفريض كناخدو ديما بتفريض كناخدو هذا العدد اللي كاين هنا، إذا 24.4، وبإفراد كنزيدو ليه 0.1، إذا 24.4 زدنا لها 0.1 غادي نحصلو على 24.5. ننتقلوا للعملية الأخيرة، 68.7 على 13، 68.7 مقسومة على 13، 68 مقسومة على 13، إذا 5، 5 في 3 15، أكتب الخمسة وأحصي بالواحد، 5 في 1 5 والواحد 6 65، 8 ناقص 5 3، 6 ناقص 6 0، أنزل السبعة ونضع الفاصلة، لأن السبعة بعد الفاصلة، 37 مقسومة على 13 جوج، جوج في 3 6، جوج في 1 جوج 26، إذا 7 ناقص 6 تساوي 1 و 3 ناقص 2 تساوي 1. أضيف الصفر خلف الـ 11 نحصل على 110 مقسوم على 13 8، 8 في 3 24، أكتب الأربعة وأحتفظ بالإثنان، 8 في 1 8 والإثنان 10 تساوي 104، 10 ناقص 4 6 أرد السلف، 1 ناقص 1 0 و 1 ناقص 1 0، إذا أضيف الصفر خلف الـ 6 60، 60 مقسوم على 13 4، 4 في 3 12، أكتب الإثنان وأحتفظ بالواحد، 4 في 1 4 والواحد 5، 60 ناقص 52 8. نكتفيو بثلاثة الأرقام بعد الفاصلة، نرجعو للتمرين ديالنا. إذا مطلوب منا رقمين بعد الفاصلة بتفريض، إذا نحسب رقمين بعد الفاصلة غادي ناخد هذا 5.28، وبإفراد غادي نضيف 5.28 0.01 تعطيني 5.29. تمرين رقم 4، ساعد مجلس التدبير أستاذ عبد الله على تنظيم رحلة مدرسية لفائدة تلامذته بدفع مبلغ قدره 1000 درهم. إذا مصاريف الرحلة كاملة هما مجلس التدبير أعطى 1000 درهم كمساعدة، علما أن عدد التلاميذ هو 36 وأن مصاريف الرحلة تقدر بمبلغ 4104 درهم. المصاريف كاملة النقل والتغذية غادي تقامنا ب 4204 درهم، ومن هذا 4204 درهم ساهم مجلس التدبير ب 1000 درهم. إذا أول شيء قبل ما نقسموا المبلغ اللي غادي يدفعوا كل تلميذ، نقصوا المبلغ اللي ساهم به مجلس التدبير، إذا 4204 ناقص 1000، تابعوا الجواب هنا، تمرين 4 غادي نديرو 4204 ناقص 1000 غتعطيني 3204. هاد 3204 هي المصاريف اللي غتقسم على كل تلميذ اللي غادي يدفع فيها واحد المبلغ التلاميذ، عدد التلاميذ هو 36، اذا 2 غادي ناخذو 320 مقسوم على 36 8،
8 في 6 48 اكتب 8 واحتفظ بالأربعة. 8 في 3 24 والأربعة 28. اذا 10 ناقص 8 تساوي 2 ارد السلف. 12 ناقص 9 تساوي 3 ارد السلف. 3 ناقص 3 تساوي 0. وبالتالي 324 مقسوم على 36 تساوي 9. 9 في 6 تساوي 54 اكتب الأربعة واحتفظ بالخمسة. وتسعة في ثلاثة 27 والخمسة 32. وبالتالي 324 ناقص 324 صفر. إذن المبلغ الذي سيدفعه كل تلميذ هو 89 درهما. هي 89 درهما هو تكلفة كل تلميذ. بالنسبة للتمرين رقم 5 نبدأ بهذه العملية اللي هي كنعتذر على الضرب كما قلت لكم الطفل خدم العمليات أصر على أنه يخدم العمليات ولكن في التلقى عنده خطأ. إذا 739.8 مقسومة على 30 بغيناها يعني 0.1 رقم واحد بعد الفاصلة. نحاول نشوف التمرين هنا. 739.8 مقسوم على 30 ناخذ 73 مقسوم على 30 2 2 في 30 60 73 ناقص 60 13 ونزيل التسعة. 139 مقسوم على 30 4 4 في 0 0 4 في 3 12 9 ناقص 0 9 3 ناقص 2 1 1 ناقص 1 0. انزل 8 واضع الفاصله حيت 8 راه ديجا الجزء العشري ديال هذا العدد. اضع الفاصله. 198 مقسوم على 30 6 6 في 0 0 6 في 3 18. وبالتالي 178 ناقص 180 8 ناقص 0 8 9 ناقص 8 1 1 ناقص 1 0. نكتفي بهذا القدر لانهم طالبين غير رقم واحد بعد الفاصله. اذا 24.6. بالنسبة للعملية الثانية طالبنا يعني رقمين بعد الفاصلة. وبالتالي 48.92 مقسومة على 3.9. إذا بما أن المقسوم عليه عنده رقم واحد بعد الفاصلة إذا غادي نضربوه في 10 باش نتخلصوا من الفاصلة. وفيما ضربنا المقسوم عليه خصنا نضربوه حتى المقسوم. وبالتالي إذا ضربنا المقسوم غادي ترجع لنا الفاصلة. نزيح الفاصلة بدرجة واحدة أو رتبة واحدة نحو اليمين وتصبح العملية كالتالي. 489.2 مقسومة على 39 48 على 39 1 1 في 39 39 8 ناقص 9 لا يمكن 18 ناقص 9 تساوي 9 أرد السلف. 4 ناقص 4 0 أنزل 9. 99 مقسومة على 39 2 2 في 9 18 أكتب 8 وأحتفظ بالواحد. 2 في 3 6 والواحد 7. 9 ناقص 8 تساوي 1 9 ناقص 7 تساوي 2. انزل الاثنان. 212 مقسومة على 39 تساوي 5. 5 في 9 تساوي 45 اكتب الخمسة واحتفظ بالأربعة. 5 في 3 15 والأربعة 19. اقوم بعملية الطرح. 2 ناقص 5 لا يمكن 12 ناقص 5 تساوي 7 ارد السلف. 1 ناقص 10 لا يمكن 11 ناقص 10 تساوي 1. 2 ناقص 2 تساوي 0. وبالتالي نضيف 0 ونتمم العملية. 170 مقسومة على 39 تساوي 4. 4 في 9 تساوي 36 اكتب 6 واحتفظ بالثلاثة. 4 في 3 12 3 15. 0 ناقص 6 لا يمكن 10 ناقص 6 تساوي 4 أرد السلف. 7 ناقص 6 1 1 ناقص 1 0. نكتفي بهذا القدر إذن لأنه طلبنا رقمين بعد الفاصلة وهو 12.54. بالنسبة لآخر عملية مطلوب لنا يعني الخارج بثلاثة الأرقام بعد الفاصلة وهي 789.5 مقسومة على 27. العملية هي كالتالي. سبعمية وتسعة وثمانين مقسومة على 5. 78 مقسومة على 27. 2 2 في 7 14 أكتب الأربعة واحتفظ بالواحد. 2 في 2 4 والواحد 5. 8 ناقص 4 تساوي 4 و7 ناقص 5 تساوي 2. أنزل 9. 249 مقسومة على 27 9. 9 في 7 تساوي 63 أكتب الثلاثة واحتفظ بالستة وهذه الستة راغي في الاحتفاظ.
تسعة في اثنان تساوي 18 و 6 24. 9 ناقص 3 6 4 ناقص 4 0 و 2 ناقص 2 0. ونزيلوا الخمسة، 65 مقسومة على 27، وخصنا نوضعوا الفاصلة لأن نزلنا العدد العشري اللي كاين بعد الفاصلة، تساوي 2. 2 في 7 14، 2 في 2 4 والواحد الاحتفاظ 5. إذا 5 ناقص 4 1 و 6 ناقص 5 1. نضيف صفر يعني خلف ال 11، 110 مقسومة على 27 تساوي 4. 4 في 7 تساوي 28، أكتب 8 واحتفظ بالإثنان، و 4 في 2 8 والإثنان 10. إذا 0 ناقص 8 لا يمكن، إذا 10 ناقص 8 تساوي 2. أرد السلف 1 ناقص 1 0، 1 ناقص 1 0 2. نضيف 0، 20 مقسومة على 27 تساوي 0. نكتفيو بهذا القدر لأن مطلوب غير ثلاثة الأرقام بعد الفصيلة اللي هي 23.240. كنتمنى ان لي فيديو تكونوا كتستافدوا منهم، ما تنساوش انكم تبارطاجيو لي فيديو مع الاصدقاء ديالكم وفي مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائده. ما تنساوش كذلك دعموني بلي جيم في لي فيديو والتعليق ديالكم، لانني في حاجه اليوم باش تعطوني دافعيه اكثر باش نعفي. بالنسبه للناس اللي كتشوفوا القناه لاول مره، ما ترددش في المشاركه وتفعيل الجرس للتوصل بكل الدروس.